بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عندما يقبل علينا شهر رمضان فإننا نستوحي من كتاب الله وسنة نبيه أن هذا الشهر يراد من خلاله إيجاد منهج تربوي ثقافي روحي يمتد إلى السنة كلها، وهذا ما نستوحيه من كلمة الإمام علي عليه السلام في يوم العيد: وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. وعن علي عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم، لم يحدد اليوم الذي كانت فيه هذه الخطبة، فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله، فهو الشهر الذي كل الشهور لله، لأن الله هو خالق الزمن، ولكن هناك شهراً أراد الله للناس أن يرجعوا فيه إليه، بحيث تكون عقولهم لله وقلوبهم لله وحياتهم لله، فلا يكون للإنسان فيه شيء لغير الله. قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة، فالله الرحمن الرحيم يبارك كل عباده في هذا الشهر ويمنحهم بركته، وبركة الله إذا فاضت على الإنسان فإنها تمثل السعادة كل السعادة، والمغفر والرحمة، فالله ينزل يفيض في رحمته يفيض رحمته في هذا الشهر بما لا يفيضها في أي شهر آخر، ورحمته هي أن الله يرحم كل حركة الإنسان في الحياة ليلطف به وليسهل له أموره ويجعل له من أمره يسرا. والمغفرة، فالله سبحانه وتعالى يغفر في هذا الشهر في كل ليلة لمن يستغفره يمتد غفران الله للخاطئين المذنبين. ولذلك فإن هذا الشهر
جاء محملا بالبركة والرحمة والمغفرة، فعلينا أن نستفيد من ذلك، لأنه يقربنا إلى الله أكثر ويجعلنا في محبة الله أكثر لنحب الله أكثر. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه في نهاراته أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. فهو يتميز في أيامه ولياليه وساعته ساعاته عن كل الشهور الأخرى في أيامها ولياليها وساعاتها. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، فالله بسط لنا في هذا الشهر مائدته الواسعة الفسيحة اللذيذة، وهذه المائدة ليست مائدة يملأ فيها الإنسان معدته، ولكنها مائدة يعيش الإنسان فيها ليغذي عقله بالحق ويغذي قلبه بالخير ويغذي حياته بالتقوى. أنفاس وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، فالله جعل الكرامة لعباده في هذا الشهر، فهو يمنحهم الكرامة التي ترتفع بإنسانيته إنسان، وهذا ما جاء في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. وتكريم الله لبني آدم في هذا الشهر هو أفضل تكريم. أنفاسكم فيه، هذه الأنفاس التي تتردد في حياة الإنسان صعوداً وهبوطاً، يسجلنا الله عندما يطلع الله علينا في إخلاصنا له وعبوديتنا له، يسجل أنفاسنا تسابيح كأننا نسبحه وإن لم ننطق بأية تسبيحة. ونومكم فيه عبادة، عندما ينام الصائم والعابد فإن الله سبحانه من أجل أن يستقوي بنومه على عبادته، فإن الله يعتبره كنائما كما لو كنت تعبد الله. وعملكم فيه مقبول، فالله يتقبل من الإنسان في هذا الشهر كل عمله الصالح. ودعاؤكم فيه مستجاب، فالله يستمع لأدعيتنا في حاجاتنا وفي همومنا وفي آلامنا وفي كل ما يتصل بحياتنا. فاسألوا الله، فإذا دخلتم هذا الشهر فانفتحوا على الله، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة، ليكن دعاؤكم دعاء الصدق ونيتكم نية الصدق الذي يكون صادقا في إقباله على الله وطلبه من رضاه. وقلوب طاهرة ليس فيها حقد وليس فيها شرك وليس فيها عداوة،
وليس فيها بغضاء، بل فيها الخير كله وفيها المحبة كلها، أن يوفقكم لصيامه، لأن الصيام لمن استطاع جنة من النار، يقي الإنسان من نار جهنم، وتلاوة كتابه، لأن القرآن أراده الله منهجاً يغذي فيه الإنسان ثقافته الإسلامية والروحية وحركته العملية. ولذلك أراد الله لنا أن نقرأ القرآن قراءة تدبر، لا قراءة كلمات فقط. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإن الشقي، قل هذا الموسم موسم الربح، وشو رأيكم بالشخص اللي يخسر بالموسم وما بيحصل على شيء بالموسم؟ بعد طبعا خارج الموسم ما عنده شيء كلية. والذي يقول فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. ثم يريد النبي صلى الله عليه وآله أن ننطلق في صيامنا هذا الذي قد نعيش فيه الجوع ونعيش فيه العطش، أن نذكر جوع يوم القيامة وعطشه، لأن موقف الإنسان قد يطول في يوم القيامة في لحظات الحساب، ولذلك فقد يمتد جوعه ويمتد عطشه. فتذكر في جوعك في الدنيا، في صيامك وعطشك، جوع يوم القيامة وعطشه، حتى تختصر ذلك الجوع، لأنك إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى ورضي الله عنك فإن حسابك لن يطول، وبذلك فإنك لن تجوع ولن تعطش في يوم القيامة. وتصدقوا على فقرائكم، لأنكم إذا أحسستم بالجوع فإن عليكم أن تفكروا أن هناك أناساً يجوعون لأنهم لا يجدون ما يأكلون، لأنهم يعيشون الفقر في حياتهم. ومساكينكم ووقروا كباركم، يعني إن عليكم عندما يكون لديكم كبار، سواء كانوا أقرباء كالآباء والأجداد أو لم يكونوا كباراً، لأن الكبير عاش إسلامه قبل أن تعيشوا إسلامكم، ولأن الكبير عاش التجربة قبل أن تعيشوا تجربتكم، فعليكم أن توقروه. طبعاً مش مقصود تطيعوا الكبير في كل شيء، لا، بل أن توقروه، أن تحترموه يعني. ووقروا كباركم وارحموا صغاركم، ارحموا قلة تجربتهم وضيق آفاقهم إذا أخطأوا أو إذا أذنبوا. واحفظوا وصلوا أرحامكم، فإن صلة الرحم تطيل العمر وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. واحفظوا ألسنتكم، احفظوها من الكذب ومن الغيبة ومن النميمة ومن الفحش ومن كل كلمات الباطل. وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، لا تنظروا إلى عورات المؤمنين والمؤمنات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، فهناك أشياء لا يريد الله للإنسان
أن يسمعها كما في الأغاني التي تثير الشهوات والغرائز أو تشجع الباطل وما إلى ذلك. وتحننوا على أيتام الناس، هناك أيتام في المجتمع فقدوا آباءهم، وهم فعليكم أن تشعروا بالمسؤولية لرعايتهم ولتربيتهم ولعنايتهم حتى تكونوا آباءهم بمنزلة آبائهم وأمهاتهم بمنزلة أمهاتهم. وقد كان من وصية علي عليه السلام: الله الله الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، فليستحضر كل واحد منكم ذنوبه وسيئاته وليطلب من الله أن يغفرها له وأن يرضى عنه في يعفو وأن يعفو عنه في هذا المجال. والله قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويحب التوابين. وتوبوا إلى الله من ذنوبكم وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل ساعات ينظر الله، لأن الإنسان في الصلاة يعرج بروحه إلى الله، لأن الصلاة هي معراج روح المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى، فكأن الإنسان يعيش مع الله. وإذا كان الإنسان قريبا إلى الله في حال الصلاة فعليه أن يطلب منه ما يحتاجه ويدعوه ويبتهل إليه، فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها في الصلاة بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه. ففي المناجات الخالصة التي تنطلق من القلب ومن اللسان فإن الله يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، وهذا ما قاله الله في القرآن: كل نفس بما كسبت رهينة. وإن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. كيف واحد لما عنده مال رهن مخليه رهن عند واحد، كيف بده يفك الرهن؟ بأنه يعطي الدين الذي يعني جعل الشيء رهنا عليه. أنتم مديونين لله سبحانه وتعالى، وأنتم مرهونين عند الله، ففكوها باستغفاركم. وظهوركم ثقيلة من أوزاركم من ذنوبكم، فخففوا عنها بطول سجودكم. واعلموا أن الله أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين، لأن أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه عندما في حال سجوده. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر. بعض الناس بناؤه أنه بيجيب له فتكيل التمر يعطي لهذا الصائم تمرة ويعطي كأنه فطر. لا، تفطر صائما يعني تعزموا وتفطروا، إذا كان خصوص الصائمين اللي هني ما عندهم ما يفطرون به، ما عندهم ما يأكلون، الإفطار الكامل، مش أنك واجيب لك يعني كيلو تمر وهذا توزعه، والله هذا أنا فطر الصائم وذاك فطر الصائم. لا، ليس المقصود هو هذا. من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة، كما لو كان أعتق عبدا، ومغفرة لما مضى من ذنوبه.
أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه؟ بعض الناس والله يجي للبيت معابس مقطب، ما بحدا بيتحمل يحكي معه. شو يا الله؟ والله أنا صايم. شو أنت صايم يعني؟ هذا أنت صايم لازم مثل ما تصوم عن الأكل والشرب تصوم عن ظلم الآخرين، تصوم عن الغضب في هذا، أن تكظم غيظك في هذا المجال. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط. تعطيك يعني إذا كنت حسن الأخلاق يعطوك جواز تقدر تمر على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه. احنا هالأيام ما عندنا ملك اليمين، بس عندنا موظفين، يعني عندنا أيضا الإنسان عليه أنه يحاول أن يخفف في هذا الشهر عن موظفيه إذا كانوا صائمين. ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه. ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه. ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. ومن تطوع فيه بصلاة، يعني صلى صلاة مستحبة، كتب الله له براءة من النار. ومن أدى فيه فرضاً كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور. ومن أكثر فيه من الصلاة عليه ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. صلوا عليه. ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. أيها الناس، إن أبواب الجنة في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عنكم بذنوبكم ومعاصيكم. والنير وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم. والشياطين مغلولة مقيدة، فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم. قال أمير المؤمنين: فقمت بعد ما خلص النبي الخطبة، فقلت: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ في أعمال كثيرة، أفضل الأعمال شو هو؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله، أن تضبط نفسك فتتورع ولا تأتي بأي حرام من محارم الله. إذن هذا الشهر الفضيل أيها الأحبة هو شهر تربوي روحي، نحاول أن نحصل عليه على مواقع القرب من الله، وأن ننمي روحيتنا، وأن نعمل على أن نستغفر ربنا، وأن نعمل على أساس الخير كله للناس. ولذلك فعلينا أن نعمل من أجل أن يمر علينا هذا الشهر لنحصل على ما كل فيوضاته وعلى كل مكاسبه وعلى كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.